فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير، ليس بالطويل الذي يعرف بطوله، وليس بالقصير الذي يعرف بقصره، ولا الأبيض الأمهق ولا الأدم، الأبيض الأمهق الذي يكون أبيضا جدا، ولا الأدم الذي هو أسود جدا، ولا الجعد القاطط أي ليس رأسه أو شعره شعر الجعد أي الملفوف فلم يكن شعره كذلك، ولا السبط الذي يكون ناعما جدا، كان بين هذا وذاك. وتوفي صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم، وكان حسن الجسم صلى الله عليه وسلم، بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم، له شعر إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم أي إلى كتفه صلى الله عليه وسلم، وفي وقت إلى شحمة أذنه إلى هنا، وفي وقت إلى نصف أذنيه كذلك شعره صلى الله عليه وسلم. كث اللحية أي عظيم اللحية صلى الله عليه وسلم، ليس فيها فراغ بل هو كث اللحية صلى الله عليه وسلم. شثن الكفين، ما معنى ذلك؟ يقول الحافظ النووي أي غليظ الأصابع، ضخم الرأس صلى الله عليه وسلم، والكراديس وهي العظام التي تلتقي في مفاصل الرجل صلى الله عليه وسلم. في وجهه تدوير صلى الله عليه وسلم، لم يكن وجهه مطولا إنما كان وجهه صلى الله عليه وسلم فيه تدوير. أدعج العينين أي أنه شديد سواد العينين، طويل أهدابهما وهي الرموش التي نسميها الرمش أو شعر الجفن كانت طويلة. أحمر المآقي، قال المحقق المآقي جمع مؤوق وهو مؤخر العين. ذا مسربة وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب. إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب صلى الله عليه وسلم أي يمشي بقوة صلى الله عليه وسلم، والصبب الحدور كأنه ينحدر، يمشي كأنه ينحدر صلى الله عليه وسلم. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كأن وجهه القمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حسن الصوت صلى الله عليه وسلم، سهل الخدين صلى الله عليه وسلم، ضليع الفم صلى الله عليه وسلم أي عظيم الفم صلى الله عليه وسلم، وهذه من صفات الرجال التي تكون طيبة أن يكون فمه عظيم صلى الله عليه وسلم. سواء البطن والصدر أي لم يكن له بطن أو كما نسميه نحن كرش، إنما كان بطنه تساوي صدره صلى الله عليه وسلم كما ذكرت بذلك عائشة رضي الله عنها. أشعر المنكبين والذراعين أي فيهما شعر، وأعالي الصدر كذلك فيه شعر. طويل الزندين، والزندي هو موصل طرف الذراع في الكف. رحب الراحة صلى الله عليه وسلم، والراحة الكف، رحب أي واسعة صلى الله عليه وسلم. أشكل العينين أي طويل شقيهما صلى الله عليه وسلم. منهوس العقبين أي قليل لحم العقب، والعقب هو يكون في مؤخرة القدم، هذا هو العقب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ويل للعقاب من النار أي التي لم تمسها ماء الوضوء، أي قليل لحم العقب. بين كتفيه خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، كزر الحجلة أو كبيضة الحمامة صلى الله عليه وسلم، كبيضة الحمامة أي في حجم بيضة الحمامة. وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض صلى الله عليه وسلم، ويجدون في لحاقه وهو غير مكترث أي يظن أنه يمشي بالهوينة ولكن الناس تمشي وراه يجدون في المشي من أجل أن يلحقوا به. وكان يسدل شعر رأسه صلى الله عليه وسلم أي يرخيه ولا يربطه، ثم فرقه أي جعله نصفين، وكان يرجله أي يمشطه ويسرحه، ويسرح لحيته أي يمشطها أيضا ويسرحها، وهذا من الاهتمام بالجمال فليس في ذلك بأس قط أن يسرح الرجل لحيته ورأسه كذلك، بل روي عنه أنه قال من كان عنده شعر فليكرمه أي يكرم شعره. ويكتحل بالإثمد كل ليلة في كل عين 3 أطراف عند النوم صلى الله عليه وسلم، والإثمد معروف بأنه مهم للعين. وكان أحب الثياب إليه القميص أي الثوب أو التوب الذي يلبسه كثير من المسلمين لا سيما يوم الجمعة، ولا أدري لماذا يخصصون يوم الجمعة فقط. والبياض أي كان يحب البياض وأمر أن تكون الأكفان من البياض، وكذلك ثياب الإحرام. والحبرة وهي ضرب من البرود فيه حمرة، وهذا من الثياب. وكان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسخ أي إلى هنا لم يكن طويلا، روي في ذلك حديث في سنده مقال. ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء، كل ذلك يجوز. وفي وقت ثوبين أخضرين، وفي وقت جبة ضيقة الكمين كما جاء في حديث جابر، وفي وقت قباء، وفي وقت عمامة سوداء وأرخى طرفيها بين كتفيه، وفي وقت مرطا أسود من شعر أي كساء، ولبس الخاتم والخف والنعل صلى الله عليه وسلم.